اهلا بيكم في مغربيات. النهارده هنعمل سمكه سلمون في الفرن وعليها الشرموله بتاعتها، هتبقى معموله بطريقه مختلفه جدا. هنقدم معاها خضار وهنعمل سلطه جمبري وكالاماري. هنطلع فاصل نرجع نعمل اكل. رجعنا بعد الفاصل. هقول لكم المقادير بتاعه السلمون. هحتاج سمكه سلمون سليمه براسها وبالديل وبكل حاجه. هحتاج معاها اول حاجه عايزه اعملها، انا عايزه ملح خشن وفلفل اسود برضو خشن وشرايح ليمون. انا مش هعمل في السمكه حاجه خالص غير ان انا احط ملح وفلفل اسود وشرايح الليمون في النص وادخلها الفرن. يلا بسم الله. اغسل ايدي بس. جهز الفويل. هحط لحم بالملح الخشن. حلوين من جوه. فلفل اسود وشرايح ليمون. بس بقى من على الوش. انا كده كده مش هحتاج كل ده عشان كده انا تبلت من جوه. هنقلب الناحيه الثانيه. بسم الله. بس انا كده السمكه جاهزه بالنسبه لي اهو. ده جوه احنا يا دوب ملح خشن فلفل اسود خشن وليمون. معروف طبعا ان سمكه السلمون ما بتاخدش وقت، مش هتاخد معاكي ربع ساعه على بعض في الفرن. فيها نفتح الفرن الاول. بسم الله. ندخلها الفرن. دلوقتي بالنسبه للخضار اللي انا عاملاها معاها، طبعا الخضار بتبقى بالنسبه لك اختياريه. شوفي الخضار اللي عندك متوفره في الثلاجه واعمليها. انا عامله ايه؟ البطاطس مقطعاها ويدجز سلقاها نص سلقه، الجزر نفس الموضوع نص سلقه، البسله، شطه، فلفل رومي الوان وبصل. هحتاج التوابل اللي هحتاج معاها. انا هزود، هحط توم بودره، بابريكا، ملح وفلفل اسود. بسم الله. وشويه كركم. نرص عليها البسله. انا ليه سلقه البطاطس والجزر نص سلقه؟ لان انا عارفه ان عشان البسله ما بتاخدش وقت كتير قوي في السوا علشان ما تتهريش، فاحنا عاملين كده. نصرصها بطريقه كده. كده كده احنا مش هنقدم في دي، بس برضه وهي داخله الفرن يبقى شكلها لطيف. بسم الله. جزر في النص. اوكي. هحط فلفل الوان. شطه. انا مش هفتحها، يعني مفتوحه شويه، مش هفتحها علشان ما تبقاش حراقه قوي، هنخليها مقفوله وبرده شكلها حلو. هنزود بس. دلوقتي هحضر، هحطه عليها وادخلها الفرن. يا تمام. هنزود ليمون. الالوان اصلا بتاعتها، بحب الالوان اصلا في الاكل كتير قوي. يلا شوية زيت زيتون. بسم الله. كركم.
توم باودر، شوية بابريكا، كزبرة ناشفة، وشوية كمون، ونيجي هنا نحط ملح وفلفل اسود. بس قلبهم على بعض واغطي. بسم الله. بس وغطيها برضو بفويل وندخلها الفرن. طيب انا كده هطلع فاصل ولما ارجع نكمل باقي الاكل. رجعنا بعد الفاصل. افكركم قبل الفاصل عملنا ايه. قبل الفاصل دخلنا سمكه سلمون دخلناها الفرن، وعملت جنبها طبق خضار، حطيت بسله وجزر وبطاطس وفلفل الوان وفلفل حراق وبصل، مش عارفه قلت له لا. طيب دلوقتي هنعمل سلطه جرجير بالجمبري والكالاماري. هنحتاج جمبري كالاماري انا سلقاهم نص سلقه، جرجير، ملح، فلفل اسود، ثوم متقطع صغير جدا، بشر الليمون وبشر برتقال. يلا بسم الله. هنحط زيت عادي، مائدة، سيب تسخن شوية. هنقرب دور الناحية دي. حلو كده الزيت بدأ. بسم الله. هنحط الكالاماري الأول. جمبري. تشويحة، أنا مش عايزاهم يستووا قوي، هم مسلوقين كده كده. هنزود عليهم الثوم. الثوم متقطع صغير جدا. نحط الملح وفلفل اسود. هنحط تقريبا معلقه صغيره كزبرة ومعلقه صغيره بقدونس. نقلب. انا هفضل اقلبه عشان مش عايزاه يتلسع. نجيب طبق هنقدم فيه. نفرش الجرجير. بسم الله. هنحط عليه شوية زيت زيتون. نديله شوية ملح وكمان. شوية فلفل اسود. احب انا الجرجير ملح شوية. ايوه بس بقى. بسم الله. نجيب نبشر عليها.
بشر برتقال وبشر ليمون. نضف الطبق كده، نبقى خلصنا السلطه. ما خدتش وقت خالص وفكرتها كمان حلوه. طلعت السمكه سيبناها لحد ما بردت، وبعد كده شلناها من الصينيه وحطيناها. بالنسبه لسلطه الجمبري والكالاماري انا زودت عليها الخس، شويه بصل، دلوقتي هزود عليها افوكادو، برضه بيبقى لطيف. وهنكمل، لسه عندنا خطوة مهمة جدا هنكملها دلوقتي حالا في السمكة. فكركم السمكة احنا عملناها ازاي. احنا عاملين سمكة سلمون، ما عملتش فيها حاجة خالص غير ان انا حطيت ملح خشن وفلفل اسود خشن وشرايح ليمون من تحتها. بسم الله، هنحط شويه زيتون دلوقتي بس، وغطيتها بفرن ودخلتها الفرن. دلوقتي اللي هنعمله، انا حطيت زيت زيتون هنا تقريبا 5 فلفلايات كبار مشويين، متشال منهم القشر والبذره متقطعين مكعبات. هحتاج هريسه، جنزبيل، سوري، كمون ناشف، كزبره ناشفه وكمون وتوم، اللي هو زي ما انا قلت في الاول اللي هو التوم اللي احنا عاملينه مشوي، وملح وفلفل اسود. بسم الله، انا بس مش عايزه اسيب دي. ونكمل وشويه، بسم الله، روزماري فريش نحط. روزماري على زعتر الاثنين فريش. هنحط الهريسة، كزبرة وبقدونس، قرب هحط الكمون، كزبرة ناشفة، بابريكا، شوية ملح مش كتير لان احنا كده كده سمكة فيها ملح، وفلفل اسود. بس وعايزه على بال ما ياخد، نسيت احط الثوم، على بال ما تاخد الغلوه بتاعتها اكون انا طلعت الخضار من الفرن. الخضار انا حاطه جزر، بطاطس، فلفل رومي، والبسله، جزر والبسله، الجزر السوري والبطاطس انا مدياهم نص سلقه، فلفل الرومي، حطيت عليهم كركم، بابريكا وملح، فلفل اسود. بس انا هسيب دي كده شويه واطلع الخضار. بسم الله، الله، شكلها حلو جدا. يلا بسم الله، وعلى الوش.
تحفه. نغطيها كويس كلها بس. ودي السمكة بتاعتنا بتاعت النهاردة. ده الأكل اللي أنا عملت أو اللي احنا عملناه النهاردة. عملنا سمكة سالمون، بس نظبطها من الحتة دي. عملنا سمكة سالمون عليها شرمولة أو تتبيلة جديدة، وعملت جنبها خضار في الفرن، وعملنا سلطه جمبري بالكالاماري والافوكادو. ان شاء الله تجربوا الاكلات دي في البيت وتعجبكم بالهنا والشفا وبالصحه والعافيه.